خلال تتبعنا لتبعات مرور ميليشيا الانقلاب وحربها على أحياء ومناطق مدينة تعز، تبرز أمامنا للواجهة أحداث تفاصيل جديدة مارستها تلك الميليشيا بأساليب وأدوات مختلفة في انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تجرم المساس بكرامة الإنسان، أي إنسان من مختلف الشرائح والفئات مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، والحق في الحياة والعيش بكرامة على ثرى هذا الوطن. صورة واضحة لتلك الانتهاكات لمسناها واقعا فعليا وبشكل أوضح في حي مكتب النقل التابع إداريا لمديرية القاهرة، الذي ما إن ولجنا إليه عادت من الأحداث إلى لحظات المرور الأولى وبداية الانتهاك. حاولوا أنه يحاصروا المدينة من امتداد جولة المرور إلى 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 بير باشا، إلى جولة اللي هو مدخل مدينة النور وشارع الأربعين طبعا. فكان البقاء يعني الناس كان يعني كان الوضع بالبداية عادي، يعني كان الناس يخرجوا يدخلوا، كان لأنه كان في نقاط تفتيش في المداخل الحي، وكان الوضع بدأ يعني عادي، لكن بدأ يضايق بشكل كبير، بدأ يعني يركزوا على أسماء معينة، كان عندهم طبعا عيون في الأحياء يقول لهم من هم الناشطين، من هم اللي مع المقاومة، من هم، وخاصة لهم يعني حتى على مستوى كتابات في الفيسبوك. يعد حي مكتب النقل بمثابة همزة الوصل بين غرب المدينة ووسطها، ويشرف على الخط الرئيسي الممتد من جولة وادي القاضي شرقا حتى نقطة المرور باتجاه الحصب غربا. يحيط به من الناحية الجنوبية حي المرور والمناخ، ومن الشمال العديد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية التي من أهمها تبة الأرانب وتبة البركان. هذه المفردات مجتمعة دفعت بميليشيا الانقلاب إلى الرمي بكل ثقلها البشري والعسكري اتجاهه، وهدفها الأبرز إحكام القبضة على المنفذ الغربي القريب من عمق المدينة. حشدوا، كانت هناك الدبابات والمدرعات وكثير كثير من الجنود، يعني كانت المنطقة منطقة تقدر تقول منطقة عسكرية. مركزه كانوا على الخط المرور هذا في الفندق في جولة المرور في العمائر حق النقاشي كله، يعني المقاومة يعني المقاومة ما كان معهم صغر شارع جمال، شارع جمال بس. استحلال، استحلوا البلاد، ما يشتش لا داخل يدخل ولا خارج يخرج. ايش بيرسوا ما جريء بيرسوا. كان خرج يصيح من الطاقة الفندق يقول لي وين ضربت الطائرة؟ قلت أخي ضربت الطائرة دي فوقك، وين ضربت الطائرة؟ ويقول لي أنا أقول لك أن التوعش هذا ما يروح يبلنا، التوعش هذا ما يخلناش حالنا. يا أخي ما من دوعش، ساعة كانوا يفكوا لنا خطاب السيد، سمعت يعني على الاستفزاز، الشيء يستفزني هنا. أنا أخليه يصيح له يعمل له خطاب السيد، يعمل له شيء ما نعمل، إحنا ما بدنا مواطنين، إحنا لا حول ولا قوة. كنا نخرج من هنا ونزلنا عند البتول وخرجنا لشارع جبال، ما فيش معنا غيره هذا المفر، وروحنا يعني على الأضغاط، يعني واحد من الحركة المؤذن صاحب المسجد هنا مشى ولقطنا من هنا، قالوا قتلنا شيخ الدواعش، شيخ عاقل يعني شيخ الدواعش قتلنا. في تلك الأثناء أي أواخر النصف الأول من عام 2015، أصبحت المنطقة بما فيها حي مكتب النقل بمجملها تحت سيطرة الميليشيا، لتغدو المتحكم الرئيس في الدخول والخروج للأفراد والمواد الغذائية والمتطلبات. أرفقت ذلك بسلسلة من الإجراءات القمعية بحق سكان الحي أولاً والعابرين من خلال نقاطها المنتشرة ثانيا. يعني أودينا في أعراضنا، في بيوتنا، في أولادنا، في كل شيء.
وانا اقول الحمد لله على كل حال. ما ادري ايش السبب، دائما قلت مرضي في بها قلوا البلاوي، دائما ما تقرح الحرب الا من داخله، حتى ب 2011 قرح الحرب من داخل قول دمرو. من 2011 وما زال ب 2015 ونفس الخبر. متى هي حدث تقرح بتقرح لهم قول دمرو. هم يحاصروا يعني غزاهم منهم المباني الحكوميه اللي هنا زي البحث الجنائي، الجوازات، المرور، هذا اللي بغزاهم كذا. الغاز ما فيش، الماء ما فيش، الحطب كنا نقري معي اشياء المنشار الشجر هذا يعني نفعلنا كثير. يلا نوقد بالحوش هذا قلبي حقي، كل معي هذا الـ 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 الكشك اطلب الله على جهالي دمر كل ما فيه، دمر يعني من الجهادي ومن الجهادي. لقيت اول يوم من القبله معي ثلاث سلال طماط نفلتين هنا اسحبهن عمل كرتون واسحبهن من الخطه ذاك النزله الا وهي بدايه الحرب من هنا ومن هنا ومن هنا انا صبت اشوف واحد قد هو مقتول يحملونه قال لي حق تعال ساعدنا شلت معهم دخلنا الزغط اللي هو الرصاصه جاءت كذا لبن الرجلي اتفرج حكمة الله ما اعرف يب الله يعني لا جنب رجلي انا واحنا نتفرج لها كذا. مثل حي مكتب النقل نقطة التحول الأولى التي أفسدت على الميليشيا نشوة التمركز والتحكم والسيطرة ليس على الحي فقط بل على المدينة بأكملها. هذه النقطة التحولية أربكت على ميليشيا الإنقلاب خططها لتبادر من فورها إلى تبني خطة تموضع أكبر، أعقبت ذلك بإعلان رسمي لتصعيد عسكري، فكان حي النقل هو أول ساحة مواجهات مباشرة. في نهاية 2015 قصف مخيف يعني بالدبابات واشتباكات الدبابات، كانوا هم ناويين يقتحموا الحي لأنه كان تمركز المقاومة في 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 تبت الأرانب ولا الجماعة الحوثي في الشارع الرئيسي كان أمامهم إنه يدخلوا الحي ويدخلوا الحي البعيرة، كان دخول الحي يعني معناته إنه يدخلوا وادي القاضي وخلاص بعدين يدخلوا المدينة. فكان قصف الدبابات مخيف، ضربوا على الدبابات هناك أنا في المنزل طبعا بالواجهة، حاولنا ننزل بالتحت ضرب مخيف جدا وسباكات شفت الناس ينزحوا خرجوا الناس يعني أمامي أنا اللي أخرج يعني كنت ربما أنا وواحد الجيران فقط واحد بقينا يعني. شلل عام كمان، توقفت المدارس، توقفت مثلا المستشفيات، توقفت الأعمال العامة والخاصة، حتى أصحاب المحلات ما قدروا يزاولوا أعمالهم بسبب كثرة إطلاق الرصاص سواء المتبادل بين الطرفين خوفا مثلا على الأرواح. فكان هناك توقف عام كامل حتى أصحاب المخابز التي كانت فعلا كان أغلب الناس يعني معتمدين عليها مثلا في شراء الغذاء وغير ذلك، فلم يعني تتحرك إلا كان شبه حاجة بسيطة حاجة يعني يسيرة جدا بسبب الخوف من القنص اللي كانوا متركزين فوق العمارة وكذلك بسبب القذائف التي كانت تدخل مباشرة إلى داخل الأحياء. ونحن كنا عايشين برعب داخل على الصدق، كنا والله لا نعرف، كنا يعني نتخيل الموت كل يوم خمس ست مرات نتخيل الموت بسبب القذائف والضرب القوي هذا كل، وقدرنا يعني نخرج ولا قدرنا نعمل أي حاجة. وين نروح إذا خرجنا من بيوتنا؟ ما يعني ما أقول لك أنا فين نروح يعني، ما فيش الإمكانيات، ما ليش ما ليش الحال المادية تعبان عند الناس، وكان من اللي قدو مضطر يعني قدو يخرج واللي ما ذا ساب بحياته جلس. تصور تخرج محامل لأولادك كذا وأنت منتظر الرصاصة لأنه اشتباكات يعني ما معك شمفر يقصفك بالدبابة أو تخرج، خرجت بشكل يعني مجازف إحنا منتظرين أنه تجي لك رصاصة في أي وقت. أول ما عدينا طبعا انتهينا من خرج من مشارف الحي بدأنا نطمئن يعني أن الأمور ما فيش، بس كان يعني آخر يوم طبعا الحارة تفضأ بشكل كامل، لم يبقى في الحارة إلا أسرتين تقريبا. جاءت هذه التطورات في مجريات الأحداث وميليشيا الإنقلاب في أوج قوتها العسكرية ولا زالت في حكم المتحكم والمتصرف بكل شيء، لذا سعت إلى إدراج الحي على رأس قائمة الأماكن المهددة لتواجدها،
وبدأت بتشديد الخناق أكثر على مداخله الرئيسية من خلال نشر الآليات والمدرعات الثقيلة، إضافة إلى نشر فرق قناصيها في الأبنية المرتفعة المحاذية له من كل الاتجاهات. الفندق الهجرة وجامع الأنصار وتبت الأرانب وتبت أمين اللي بمطلع على الدحي وعلى جولد ميرو، ولا عمارة الزغروري هذه العمارة الأولى والعمارة الثانية عند اللي قدم المدرسة المعهد الفني، هذه اللي قامت بمركز داخل حوادة بكثرة. يتمركزوا القناصة فوق المباني العالية الفنادق والمساجد، برضو مسجد الأنصار كانوا مسكن جالسين في يعني الأماكن اللي هي مرتفعة، وبرضو الزغروري بيت الزغروري اللي هنا مقابل الفندق، وجلسوا فترة يعني الناس مضرر منهم. مرات توحشت الميليشيا، يعني في عز النهار مواطنين لما أذكر أسماء لما أعرف أسماءهم، والله كانوا مطارحين في الأرض، كانوا تم قنصهم أكثر من 4 مواطنين تم قنصهم في هذا المكان. وثم أتت سيارة إسعاف فيها دكتور، فأتت سيارة الإسعاف لكي تسعف أحد الجرحى مع الدكتور، ثم حملت الجريح في السيارة ثم انطلقوا، تم قنص الطبيب الذي ماسك الجريح. مواطن كان هنا الشيء يسحب شيبة قتل، قنص من تبة الأرانب. فرق المؤلم لما أجت أمه وكذا وتمسك صناديله وتحضن صناديله وتبكي تصيح كذا. ابني أنا كنت في الحوبان، أنا اشتغل بالحوبان، كنت أشتغل بالحوبان. ابني هنا يوم جمعة عند الفك حق البعرارة، داخلين على خط البعرارة المقابل إلى تبة الأرانب، يقنصون من هناك، واحدة يقتلوا هنا، واحدة هنا، خلهم هنا وسكنة، واحدة هنا. علمت بالليل ما أناش قادر أجزع، يعني ذكرت الصبح بدري عاد كانوا يجزعوا إيش 60، خط 60 برباشة، والمعبر هذاك مبند. وصلت المعبر أنا هم مصارعة، يلا بأنه شيبة يعني قبلونا والباقي ما كانش خلوا حد. دخلت رحت المستشفى سيرته، والحمد لله على ما أخذ، والحمد لله على ما أبقى. عادوا كان بداية الشبة، يعني شباب بداية الشبة، كان زهرة في يعني بالأصحاب الحارة كامل. ابني كان مش إلا لي بس، كان يعني من الله يعني هكذا، يعني كان حتى النساء والآباء كلهم بكوا عليه، أخواته تأثرين أكثر، صبيان فجاعوا للآن، يعني الآن في واحدة منهن يعني زي الحالة يعني تجي تشوف تشنق فوق كذا، يعني نتيجة المصيبة اللي سمعت فيه. يعني كان ما فيش غيره هو اللي يمثل في البيت، هو جالس معاهن، هو يدخل كذا، فقدن شيء كبير من عليهم. أثارت هذه الأحداث في أوساط السكان الهلع والرعب، لا سيما بعد تزايد حالات القنص المتعمد ومنع دخول أبسط مقومات الحياة للسكان. أثارت هذه الأحداث موجة سخط دفعت بالكثير منهم إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم والنفاذ بأرواحهم بعيداً، والغالبية العظمى لم يدركوا إلى أي وجهة يمضون نحوها، فيما الباقون ظل الصلف الميليشياوي يحاصرهم من كل الاتجاهات. ما فيش أي مواطن يعني يقدر يجلس إلا
المقبر اللي مش قادر يعني مثلا ما فيش مكان معه مكان ينزح له. هم حاصلين لنا ممكن حق 7 شهور بداخل اللغة، كنا ما نعرفش لا نخرج للشارع هذا لا ليل ولا نهار، يعني كنا محاصرين. نشتي المواد الغذائية ما نقدر ندخلها، نشتي المياه ما نقدرش. يا جماعة احنا مواطنين ما بذنبنا، خارج ممنوع، ممنوع معانا توقيهات، اي واحد ممنوع يدخل حري اي حاجة، ينزح لكم الحالة دي. فين ننزح يا اخواني؟ قالوا ينزح لكم، سيروا اي مكان. كنا لا نحصل الماء نشرب، يعني كان في هنا يعني بركة لل يعني قاهم، يعني كنت والله أقرب مني للحمام وكذا، يعني ما فيش. يعني قصت فترة مع باقي اللي أنا ومجموعة من يعني من أصحاب الحارة. كنا ما عاد إحنا ساهين مسرح إن إحنا عايشين، إحنا كنا ما بين حياة وموت، ما عاد خلاص أين نروح، ما فيش معانا إمكانية إن إحنا نخرج ولا ندخل. خلاص قم جلسنا داخل بيتنا، قلنا إحنا ما كتبه الرحمن الرحيم ناخذه، حياة أو موت ما قدرنا نخرج، لأنه أهلك الإمكانيات ما في شيء، أين تروح؟ واللي شي تضيفك كم شي تضيفك، يومين 3 أيام خلاص كرهك. خرجت الحبان عد من الناس منش حاش تحملك، يعني رجعت وأنا يعني من الحارة من الأزغاط، الأزغاط أجزع سكنت البيت حقي، كنت ما أكمش أخرج لهنا ما أكمش اللي هو الرصاص لهنا زي المطر. حرقة البيت هذه كامل حرقة البيوت، من القنص من الضرب، حرقة البيوت هذه، حرقة البيوت أكثر البيوت حرقت، يعني انتهت يعني من القصف من القنص والقذائف الأربيقي كانت توجه لهذه الأماكن. مبنى فندق هاي كلاس الواقع في الناحية الجنوبية الغربية من الحي كان بمثابة هاجس الخوف الحقيقي الذي أرعب السكان، بعد أن اتخذت منه ميليشيا الانقلاب موقعاً عسكرياً وتنظيماً حشدت إلى أروقته كل الإمكانات والأسلحة والمعدات، مستفيدة من تفرده بموقع وإطلالة على المساحة الشاسعة في المدينة، إضافة إلى اتساع محيطه وتعدد أقسامه وغرفه. انتهت الحركة نهائياً عندما أسولت ميليشيا الحوثي على فندق هيكلاس، لأنه فندق هيكلاس وعمارته الزغروري بالمقابل، يعني تطلع على جميع، تطلع على المحاصيل، تطلع على قولة واد القاضي، يطلع إلى مكتب النقل، يطلع إلى حي البعيرة، يطلع إلى تبة البركاني، يطلع إلى شارع المرور، يطلع إلى شارع الحصيب، إلى الدحي، يطلع على كل مكان، مطلع يعني مطلع عسكري محكم. كان في قناصين في معدلات داخله، وكان سكن لهم، وكان أعتقد كان مطبخ داخله للمنطقة. فندق هيكلاس هذا يتكون من 10 طابق، أكثر من 500 غرفة، هو فندق كامل، كان جناحين هنا، هذه فيها 10 هنا كامل، هذا تكون فيها قناصة. كان لما أحد خلاص هنا هذا المثلث قوس المرور أصبحت مثلث الموت، اسمها مثلث الموت، يعني لا يطير أحد، حتى يعني حيوان، كلب، دم، أي من يقزع فيها، امرأة، طفل، يقنص في هذا المكان. تكون عسكرية يعني مكونة من دبابات، من عربات، من قناصة، فيها الحي هذا كامل. بدل ما كان فندق يجمع أو يضم أو يكون يعني هدفه إيواء المسافرين، أصبح هدفه قنص الساكنين في الحي. فكان أكثر ما يعني ركز عليه بعض القناصة. من خلال تموضع القناصين في هذا الفندق والعمائر الأخرى المطلة على حي مكتب النقل، زادت عدد الحالات من المدنيين والأبرياء يوماً بعد آخر بتفاصيل مختلفة وحكايات متداخلة، ولا زال من عاشوا تلك اللحظات يتذكرون أو يعانون من تبعاتها حتى اليوم. الميليشيا داخل الفندق هذا أثرت على الحي مكتب النقل بشكل عام، والبتول يعني بالتقي هذا انشلل الحركة، تم قنص المواطنين، تم قصف البيوت بشكل كامل، كانوا يحاولون يتسللوا من هنا من الفندق هذا إذا هذه مكتب النقل. في تاريخ 4/8
2015 وأنا راجع إلى البيت في أحد الحويثة من الفندق تقريبا الساعة 5 العصر. قام قنص، كان يقنص أي واحد يمشي من هنا، قنصون وأنا داخل الحوش، حوش البيت. فجلست تقريبا نص ساعة أنزف بداخل الحوش طبعا بالفخر، وقلت لك إنه هو كان قاصد وداري إن أنا مدني، لأنه جلس فترة يتابع إحنا نروح نرجع، بس هو القصد إعاقتي كان علشان يقول رجال المقاومة ويتمكن منهم من أكبر عدد منهم. أنا والله كنت واقف جنب البيت حقي، وشفت بعد لما الطائرة ضربها الصاروخ الثالث بالفندق، هم داخل، هم خرجوا الحوادة من الفندق من الباب الأرضي هذا اللي جهة القبلة، والأصحاب المقاومة نزلوا يدخلوا الفندق من اقتحموا الفندق، وأنا أصيح لهم قلهم لا تدخلوا من عندكم من الجنب هذا الحوادة، تدخلوا من الباب اللي خرجوا من الحوادة، والجماعة يسمعوا أنا أتكلم بالكلام هذا. لما صيح لهم إنهم الحوادة خرجوا من الباب سمعونا صيح، وهم من جميع الأنصار لما صيح لها القيعية اللي تدخل في لقون الباب في ألغام، وقد كانوا عملوا عبوة تناسبة بالفندق على سنة أنهم يفكوا الفندق هذا كامل، والجماعة قالوا لا ندخل لقون في ألغام، عملوا ألغام الجماعة. أنا كنت أشوفهم بالليل باتوا يشتغلوا بالليل يحفروا يسووا الألغام هناك، وقالوا لهم لا ندخل بالباب، يدخلوا من الباب اللي خرجوا من الحوادة. هم سمعونا قد متعارين بيه شايفيننا داخل خارج قدامهم واصل من الفندق 7 شهور وهم يشوفونا. قال يعني رجع يعلم بنا جندنا بالفخذ الشمال بطحنا الأرض، واحد جنبي برضو قباطي كان صاحبي أنور القباطي برضو نفس الخبر بطحنوا بالأرض. بعدين كان ينقرب شوف الزين إحنا من الأرض يضربوا على لبن القلنا ما يخلوك على لبن حقيقة، بس شوفوا يسحبنا ضربوا على الوسط. قلت له يا بني ادخل ما عرف جاعي نموت، إحنا الاثنين قد واحد يموت واحد يبقى مثلا. تزامن التصعيد الحاصل في هذا الحي مع بداية انطلاق عاصفة الحزم للتحالف السعودي الإماراتي التي كانت هي الأخرى في أوج نشوتها، وسعت إلى تكثيف ضرباتها الجوية بشكل مفرط، مما أدى إلى مضاعفة الرعب لدى الساكنين وتوسيع دائرة الخراب والدمار في مبانيهم وممتلكاتهم التي لا زالت شواهدها ظاهرة للعيان في هذا الفندق الاستثماري والأبنية المجاورة له. هذا كنا فرحين بالبداية، كنا نقول يعني متجمل يعني كأنه سبب يقولوا يعني تمام هذا قاعد عاننا هذه المخوة هذا كذا، لكن اكتشفنا بالأخير غير ذلك، اكتشفنا غير ذلك. يعني عمارة من 7 أدوار قنص حوتي واحد تمام، أو مثلا مبنى حكومي معين، يعني قادر انت يعني تدخل الطيران العسكري مش لهذه الاغراض، يعني مش بهذه الطريقه انه تصبح الامر عبث ومجرد تدمير غير منطقي. تجمع للحوادث كذا كذا ما يضربوهم، كم بويا حفلات بالحوبان، كم كان عروضات، ليش ما كانوا يستهدفوهم؟ أنا ما نشداري، إنسى البدوي أنا ما نشداري. يعني ضرب زي الفندق هذا ممكن يعملوا 3 صواريخ، ضرب عمار الشابكو، ضرب بالعمار اللي فوق عند قبل شابكو، ضرب عند المعهد التقني هناك، هذه الأماكن اللي كان يضرب الطيران. نقول سلبياته أكثر من إيجابياته، يعني سلبياته أكثر من إيجابياته، يعني كنت يعني تروح مباني على مهن بسبب مثلا قناص معين أو بسبب فرد معين، فيروح مبنى على ما هو بسبب قنص. انا اكاد اقول انه يعني يمكن 60% من الضربات هذه كانت او ربما تكون غير موفقه، ومنها 30% كانت ضربات مؤذيه يعني للناس والمدنيين بالذات.